الشرائح التالية توضح استخدام الميليشيا الحوثية لمطار صنعاء الجزء المدني استخدام عسكري كما تلاحظون على الشريحة، وتواجد الميليشيات الحوثية على المدارج، وأيضا في بداية المدرج بالتهيئة لإطلاق طائرة بدون طيار، وتشاهدون في أعلى اليمين الطائرة بدون طيار واستخدامها من مطار صنعاء الدولي. أيضا هذه تثبت عسكرة الميليشيات الحوثية لمطار صنعاء الدولي. هذه إحدى منظومات الطائرات بدون طيار الموجودة في مطار صنعاء، يتم إطلاقها باستخدام المرافق الخاصة بالمطار. وكما ذكرت بأن لدينا القدرات أيضا على تدمير هذه القدرات دون إحداث أي تأثير على مطار صنعاء الدولي. هذا مثال حي باستخدام هذه الميليشيات الحوثية أيضا محيط المطار في القدرات للقوات الجوية اليمنية، وتحويل الصواريخ من نوع الألمو إلى أن تكون صواريخ دفاع جوي، طبعا هذا بمساعدة الخبراء من الحرس الثوري الإيراني. هذا تحتم أن يكون هناك عملية عسكرية بعد أن تم استخدام مطار صنعاء كنقطة وكمركز رئيسي لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، واتخاذ الحماية القانونية بحسب القانون الدولي في حماية هذه العناصر الإرهابية من استهداف التحالف. حذرنا الميليشيات الحوثية في أكثر من مناسبة، وأيضا حذرناها بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة وإسقاط الحماية عن العين المدني بموجب القانون الدولي الإنساني. تلاحظون في هذه الشريحة وكما أعلنا بأنه تم إسقاط الحماية عن مواقع محددة داخل المطار بما لا يؤثر على الرحلات الدولية للأمم المتحدة. في 19 ديسمبر أبلغنا رسميا أن الميليشيا الحوثية قامت بإلغاء كافة التصاريح المعطاة للأمم المتحدة بحجة أن هناك معدات اتصالات تطلب الميليشيا الحوثية الحصول عليها، والهدف من هذا هو الضغط على الأمم المتحدة للضغط على التحالف، بما أنه صار من المكشوف استخدام الميليشيا لمطار صنعاء الدولي في الأعمال العسكرية. أسقطنا الحصانة عن مطار صنعاء بناء على الفقرة الثانية من المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول، وأيضا بناء على المادة 7 و8 من القانون الدولي الإنساني العرفي. وسنسقط الحصانة إذا تم استخدام أي عين مدني بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني. نحن نراعي، وهناك الكثير من الأهداف لم يتم استهدافها في صنعاء، لأن المدنيين هم أولوية بالنسبة للتحالف، لا يكون هناك أي أضرار جانبية، ولكن سوف نستخدم